هو أفضل كتاب في صوفية برأيي. كتب عجيبة. كتب عجيبة ما شاء الله. من أنا أحيى علوم الدين هذا ما شاء الله آية من الآيات. وكذلك حتى بالنسبة للإحياء إحياء علوم الدين حضر منه الكثير. الإحياء شريعة خالصة وبوضعه الإحياء فاق فيا له من فائق وكمثله لم يوضع. أما الحجة الحبر الذي باه به أهل النبوة خير الكل مشفعي. يشير الشيخ إلى الرؤيا رآها أبو الحسن الشاذلي. يقول سيدنا أبو الحسن الشاذلي أنه رأى أنه دخل بيت المقدس فوجد النبي صلى الله عليه وسلم على تخت وحواليه الأنبياء. فسمع سيدنا موسى يقول للنبي محمد أنت قلت في حديثك أن علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل. قال فقال صلى الله عليه وسلم نعم. قال هل ترينا واحد منهم؟ قال فالتفت النبي يقول أين أبو حامد الغزالي؟ قال فأقبل إمام غزالي ودخلوا وجاء عندهم فقال له هذا. قال له ما اسمك يا إمام؟ اسمع في الرؤيا هذا سيدنا أبو حسن الشاذلي. قال ما اسمك؟ قال اسمي محمد بن محمد بن محمد الغزالي. قال إنما سألتك عن اسمك وجيت باسم أبيك وجدك وقبيلتك فهل هذا من الأدب؟ سيدنا موسى يقول له سيدنا الغزالي. قال فالتفت إلى النبي يقول له يا رسول الله أتأدب مع كلمة الله موسى أم أجيبه؟ قال بل أجيبه. قال يا موسى يا كلمة الله أنت لما سألك ربكما تلك بيمينك يا موسى قلت هي عصاية أتوكأ عليها وأرشيها على غنمي وليفهم أربو أخرى وما سألك إلا ما تكبيمك فقط ما سألك عن هذا كله. قال فأجب سيدنا موسى من اليوم وقال صدقت يا رسول الله العلماء في أمتك يشبهون الأنبياء فينا. رجل هنا أين هذا عذاب في كتاب؟ نعم في كتب التاريخ. حتى هذا الأبيات إذا ذكرتها الإمام حداد تشير لهذه الرؤيا. يقول والحجة الحبر الذي باها به أهل النبوة خير كل مشفعي. يقول النبي باها به الأنبياء وبوضعه الإحياء فاقة فيا له من فائق وكمثله لم يوضع. كما قال النووي كاد الإحياء أن يكون قرآنا. يقول سيدنا يحيى النووي يقول فالتفت النبي في الرؤيا فالتفت النبي لسيدنا موسى وعيسى يقول هل في أمتكما حبر كهذا؟ قال لا.